أكد نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور زهير أبو فارس أن الهيئة على استعداد تام لإجراء الانتخابات وهي بكامل جاهزيتها، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على تدريب كوادرها وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة. وخلال لقاء مع مؤسسات المجتمع المدني في مجمع النقابات المهنية بمحافظة الزرقاء، قال أبو فارس إن الهيئة إحدى ثمرات الإصلاح السياسي في المملكة التي تندرج تحت مظلة المطالبات الشعبية. وأوضح أبو فارس أن الهيئة حريصة على التواصل مع جميع فئات المجتمع، الشباب والمرأة والأحزاب السياسية والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تعد الشريك الحقيقي في نجاح العملية الانتخابية بمراحلها كافة. تم الحديث حول موضوع الثقة بالعملية الانتخابية، وتحدثنا حول أنه الهيئة هي مستقلة بالكامل، لا سلطان عليها إلا القانون، وبالتالي على الناس أن يكونوا يعني على ثقة من أننا نعبر عن إرادتهم.